لو تفتكروا الماتش بتاع مانشستر سيتي وليفربول اللي انتهى 4-3 في الدوري العام في الدوري الانجليزي، ليفربول لو كان فاضل 10 دقايق كمان كان مانشستر سيتي كان ممكن يتعادل في هذه المباراه. الراجل خرج محمد صلاح وبقيه الفرقه كملت. الحقيقه ان اساسا المباراه دي كانت مباراه حلوه جدا اللي هي مانشستر سيتي وليفربول 4-3، فانتظروا بكره مباراه مهمه جدا جدا. ومن الحاجات الجميله الحقيقه اللي بنشوفها ان دي بروين الحقيقه النهارده في تصريحات كثيره جدا تناقلتها كل وكالات الانباء العالميه بيشيد بنجم محمد صلاح، وبيقول ان محمد صلاح ده لاعب خيالي وبيعمل حاجات لا تصدق مع ليفربول حتى الان. هو ده كلام دي بروين اللي هو سينافس محمد صلاح غدا في مبارياته او في مباراته بكره في مباراه مانشستر سيتي وليفربول. محمد صلاح طبعا معنوياته عاليه جدا 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 لانه تم اختياره في من سكاي سبورتس الحقيقه امبارح او اول امبارح كافضل لاعب في الجوله السابقه للدوري الانجليزي. فنتمنى ان شاء الله ان بكره محمد صلاح يعمل لنا مباراه حلوه تليق باسم محمد صلاح الاول ليفربول طبعا، ولكن كل المصريين. يعني محمد صلاح لو كان هيلعب في روما، يعني محمد صلاح لو كان بيلعب في روما كانت كل الناس هتتفرج على روما وبرشلونه، لكن محمد صلاح النهارده او بكره ان شاء الله هيلعب مع محمد صلاح هيلعب مع ليفربول، وبالتالي مصر كلها هتتفرج على ليفربول، وهي مباراه خاصه ايضا ما بين محمد صلاح وجوارديولا الحقيقه، لان الكل يعلم كلام جوارديولا على محمد صلاح ان مفيش إن غير ميسي واحد فقط. وانا معايا الحقيقه في هذا الكلام، لا يمكن تشبيه محمد صلاح باي حد. محمد صلاح له كاريزمته الخاصه، له شكله الخاص، له اسلوبه الخاص. بالنسبه لي انا محمد صلاح احسن من ناس كتيره جدا 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 موجودين وبالنسبه لكثير من المصريين، ولكن جوارديولا لما كان بيتكلم كان بيقول ما ينفعش ان احنا نشبه الاثنين ببعض، لان اللي بيحب الفاكهه بياكل الموز وبياكل التفاح، والاثنين حاجتين مختلفتين ولكنهم فاكهه في الاخر كل الناس بتحبها. عشان كده انا واحد من الناس التي ترفض المقارنات سواء محمد صلاح تحديدا مع اي حد، لان محمد صلاح له نكهته الخاصه وله شكله الخاص وله اسلوبه الخاص في طريقه اللعب. نتمنى ان شاء الله ان بكره نشوف مباراه جيده للنجم الكبير محمد صلاح.